ما هي أهم الفرص الاقتصادية التي تتيحها شراكة الاستراتيجية بين المغرب وبلدان الخليج في ظل ظرف اقتصادي مثقل بتداعيات جائحة كورونا وغيرها من التحديات؟ أود أن أتمم ما قاله الأساتذة الكرام لأؤكد أن إذا تم تحليل بنية الاقتصاد المغربي وبنية اقتصادية دول الخليج هناك إمكانيات للتكامل والتعاون متعددة، وهذه الإمكانيات لا يمكن في اعتقادي استثمارها والاستفادة من كل طاقتها إلا بالتموقع على مستوى الاقتصاد العالمي، والمغرب له من الإمكانيات لتوليف العديد من المصالح. فكما نعلم أن دول الخليج هي لها طموح مشروع في تنويع اقتصادياتها وتطويرها وفتح آفاق جديدة للاستثمار وللإنتاج لا تعتمد فقط على الطاقة وعلى القطاع المالي. هذا الجانب كذلك يمكن أن نستثمر فيه الطاقات المتخصصة لكل بلد، والمغرب في هذا المجال له من الإمكانيات من التعاون في ميدان الفلاحة في ميدان الصناعة، ولكن ما هو أهم هو أنه إذا اقتصرنا فقط على نظرة تعتمد فقط اقتصاديات كل بلد على حدة، لا أعتقد أن الإمكانيات الخليجية يمكن استيعابها في هذا المجال. يمكن استيعاب الإمكانيات بخصوص المالية في هذا المجال في إطار رؤية شاملة ورؤية للتموقع على مستوى الاقتصاد العالمي، وكما قلت المغرب له من الإمكانيات للتوليف بين مجموعة من المصالح. أولا مصلحة إفريقيا، فإذا نظرنا إلى الحاجيات مثلا في ميدان الاستثمار في البنيات التحتية في إفريقيا، هناك احتياجات عديدة ولدول الخليج من الإمكانيات المالية من الاستثمار في هذه الإمكانيات بشراكة مع المغرب وبشراكة مع الدول الإفريقية. هذا جانب. هناك كذلك حاجة لتطوير النمو في إفريقيا، وهي حاجة كذلك أوروبية، لأن ضمان الاستقرار والأمن في جنوب الأطلسي وفي إفريقيا لن يمر إلا عبر تطوير الاقتصاد وتطوير الدخل وتطوير الإنتاج في المناطق في إفريقيا ونظرا لموقع المغرب ولإمكانياته ولظروف الاستثمار فيه وللسياسة الاقتصادية والمالية المعتمدة والتي تراكمت لمدة سنين، على ما أعتقد أننا نتوفر على إمكانية للتوليف بين هذه المصالح، مصلحة إفريقيا، مصلحة أوروبا، مصلحة دول الخليج ومصلحة المنطقة العربية، لخلق ديناميكية رابح التي يمكن أن يستفيد منها الجميع، والتي ستمكننا من وقف نزيف التدهور الذي تجتاحه بعض البلدان في المنطقة العربية.